السلام عليكم يا ابو باطي، كيف حالك؟ معك مهند. انت اول شيء بتعمله بتفتح البلوتوث هنا على التليفون، تيجي على شاشه السياره هنا زي ما انت شايف، تمام؟ تيجي عند فون هنا وتعمل كونكت فون واد فون، يطلع لك ما شيفروليه، يطلع لي انا هنا كمان على الشاشه، على شاشه التليفون طبعا. بيدور عليها هو لسه. لا شايف ماي شيفروليه، بتضغط هنا تمام، بيطلع لك بقى الكود اللي هو بير، هنا ظهر هنا كلمة بير، وعلى التليفون نفسه بضغط عليها بير او اقران، تمام. الحين موصلة، كتب لي على الشاشة مهند ايفون وبيسألني عشان انا موصل للتليفون اشغل الابل كار بلاي ولا لا. لو ضغطت كونتينيو هيقول لي كمان هنا عشان تشغل الابل كار بلاي افتح الواي فاي كمان، فانا بقول له افتح الواي فاي كمان. اديت له تصريح، شوف الحين كل تليفوني اهو الابل، استخدم الابل كار بلاي على التليفون وايرلس بدون كيبل زي ما انت شايف. هاي تليفوني اهو، تمام. بحط بقى التليفون هنا عندك تحت عند الشحن اللاسلكي بقى، وخلاص بسوق بقى براحتي، وكل شيء عندي هنا، الويز، الواتساب، الجوجل مابس، كله موجود هنا على الشاشه، تمام. يلا ابو بطل، يلا في انتظارك. شكرا شكرا.